بكل تأكيد أنه هالليلة غير بوجود قطب من أقطاب فن المحاورة ونجم من نجوم النظم. رحبوا معنا بشاعر الكون سفر بن سعد الدغيلبي. وأيضا نرحب بالأستاذ جمال الدليمي نائب سفير السفير العراق. يا هلا وسهلا طال عمرك. حياك الله معالي سفير، وحياك الله يا ابو سعد، شاعرنا الفذ والاسم الفارق دائما في ساحه الشعر، منورين اليوم.